تحياتي لكم والسلام عليكم ولعت يا معلم هاجمت القوات الاوكرانيه شبه جزيره القرم وقصفت مستودعات النفط بمدينه سيفاستوبول الروسيه بجمهوريه القرم ونتج عن ذلك حريق ضخم كما ترون آه الكلام ده كبير والكلام ده عالي جدا ده ليه تفسير وتحليل وكلام كبير جدا ان وصلت الاسلحه اسلحه الناتو واسلحه آآ آآ يعني الاسلحه الغربيه الي شبه جزيره القرم ويبدو ان الهجوم المضاد ليس بجنود ودبابات وكده باسلحه عاليه الدقه كما ان روسيا عندها اسلحه عاليه الدقه هكذا يعني حلف الناتو والغرب عندهم اسلحه عاليه الدقه فهنا اعلن زيلينسكي هجوما علي شبه جزيره القرم في مقابلة مع صحيفة فنلندية قال القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لهجوم مضاد لاستعادة شبه جزيرة القرم واعتقد انه سيكون هجوما خطيرا اذا حدث يعني اوكرانيا هو بيقول كده تملك جيش قوي ولبس يعني لبس الجنود ولبس كده واحنا شايفين قدامنا الحريق كبير جدا فهنا ان دل يدل على ان القوات أوكرانية لديها أسلحة عالية الدقة ولم تستطع القوات الروسية يعني صد هذه ويقال أن طائرة بدون طيار أو طائرة مسيرة قصفت شبه جزيرة القرم وحدثت الحريق الهائل الذي ترونه أمامكم الآن البعض يقول جنت على نفسها براكش وانت عارفين قصة براكش يعني براكش دي كلبة مغربية كانت تحرس قبيلة وان جم الاعداء يعني يهجموا على القبيله ويقتلوها فاختبأت القبيله في الجبل وما كانتش دوروا على القبيله ما لقوهاش الى ان يعني كانوا ناويين يمشوا خلاص فالكلبه اصبح يعني اصدرت صوتا صوت عواء الكلب فعرفوا مكان القبيلة وقتلوها ومن هنا جاءت جنت على نفسها براقش براقش دي كلبة مغربية جنت على نفسها ف يعني دي قصه من الاساطير وهنا بيقول لك ان جنت على نفسها والبعض يتوقع ان يكون الرد قاسي جدا والبعض يقول بدات الحرب اليوم بدات الحرب اليوم ليه؟ لان ايه ايه روسيا كانت وضع القرم خط احمر القرم خط احمر وهو تم قصف جزيره القرم وهو بالامس. جبت لكم يعني احنا بننشر الاخبار هنا وهنا عشان ما حدش يقول القناه مش محايده احنا بننشر الحقيقه اه بالامس جبت لكم اه حريق هائل يعني اخذ حوالي من اه يعني اه مئات المنازل في قريه وتم انقاذ بعض المنازل ممكن نشوف الحريق تاني فهنا بدات ضربات موجعه من اوكرانيا الى اه روسيا باسلحه عاليه الدقه ويبدو ان الضربات تصيب بدقه تصيب بدقه فهنا آه القرم كانت خط احمر، وانتم فاكرين لما ضربوا آه آه يعني ضربوا آه الجسر اللي هو مودي على شبه جزيره القرم، اللي حصل؟ روسيا ردت رد لد عنيف وقصفت كل آه يعني آه الطاقه في اوكرانيا، وماذا سيحدث بعد هذا آه القصف؟ ونشوف ماذا يحدث ونشوف ماذا آه يقول آه يعني آه روسيا ماذا ستفعل بعد آه هذا الهجوم طبعا هذا هجوم كبير جدا كما نرى في الصور والفيديوهات واستهدف منشأة نفط في شبه جزيرة القرم اليوم وطبعا شايفين تصاعد الدخان الكثيف بعد هجوم بطائرة دون طيار بمدينة سيفا ستوبول آه طبعا الطائرة تابعة لأوكرانيا واعترف زيلينسكي بكده تم استهداف آه المنشاه دي كانت يعني نقطه رئيسيه وكانت هي يعني مركز الاسطول الروسي في البحر الاسود ولكن روسيا قللت من الحادث ما احنا هنجيب اللي هنا واللي هنا ونقول الحقيقه روسيا قللت من الحادث وقالت انه لم يتم قصف المحطه باكملها ولكن تم قصف خزان وقود واحد فقط وتم السيطرة عليه وجايبين فيديو من روسيا أيضا بتقول تم السيطرة على الحريق الهائل في وقت قياسي لو فعلا تم السيطرة على هذا الحريق في وقت قياسي يبقى ده شيء يعني انجاز ما بعده انجاز لكن الضربة قوية وضربة جامدة وهيكون لها رد فعل يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ومساوي له في القوة ده قانون اسمه قانون نيوتن للشخص الثابت آه بيقول لك ان كل زي كرة البنج كده لما تضربها في الارض تخبط في السقف و... او تضربها في الحيطه ترجع للحيطه ثاني، فهنا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومسا... وم... ومضاد له في الاتجاه ومساوي له في القوه. آه ده فيزياء يعني ده شغل فيزياء يعني، فهنا زي ما احنا شايفين ضربة قوية تتلقاها او صفعه قويه لروسيا ونقدر نقول عملها ديلينسكي ويعني يعني يعني بيقول لهم احنا موجودين لسه الجيش الاوكراني موجود ولسه حلف الناتو يستطيع اعطائه اسلحه وطبعا دي هتدي دفعه للولايات المتحده والحلف الناتو ان يزودوا كميات الاسلحه وهو بيقدر يضرب وبيقدر يوصل لاماكن حساسه داخل روسيا اذا ننتظر الايام المقبله ماذا تقول قارئة الفنجان؟ هل ستبدأ حرب عالمية ثالثة؟ لا نعلم، فهنا الموضوع ليس يعني موضوع مش سهل وهنشوف ماذا يحدث في شبه جزيرة القرم بعد كل هذا التدمير وهل ستسقط روسيا أو هل سيكون رد فعلها يعني ماذا سيكون رد الفعل؟ لننتظر ونرى، واعلنت روسيا رسميا ان طائره مسيره اوكرانيه هي التي قصفت جزيره القرم، واعلن زيلنسكي وقال ان احنا هنضرب آه جزيره القرم وهنستعيدها وهنضرب كمان الاسطول الروسي في البحر الاسود، ومعروف ان شبه جزيره القرم تريد امريكا تحويلها الى قاعده عسكريه امريكيه للسيطره على روسيا من ناحيه والسيطره على البحر الاسود من ناحيه اخرى، لان يعني هذا المكان استراتيجي جدا بالنسبه لل روسيا وبالنسبه لاوكرانيا وبالنسبه لاوروبا فهنا مكان يتوسط بين هذه الدول المتشاطئه في البحر الاسود لنرى ماذا يحدث وتحياتي لكم اشتركوا في القناه نحن قناه الحصريات ما بنخبيش حاجه بنقول الحقيقه وتحياتي لكم محدثكم ظريف الأديب